وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار الدكتور الشيخ عبد الله بن علي بن محمد الخليفة مدير مركز دراسات البحرين في جامعة البحرين. نرحب بك في نشرة الأخبار. أهلا ومرحبا بك في معنا في النشرة. وهناك الكثير مما يقال عن العلاقات البحرينية السعودية، كيف يمكن أن تجمل لنا تاريخ هذه العلاقات بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية؟ الحقيقة العلاقات طويلة، منذ طويلة وعريقة، منذ تأسيس الدولتين. نعم. الدولة السعودية الأولى ومشيخة الزبارة ومن ثم البحرين. الدولة السعودية الأولى قامت على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود في الدرعية. نعم. ومشيخة الزبارة قامت على يد المؤسس الشيخ محمد بن خليفة، ثم البحرين والزبارة على يد الفاتح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. في تلك الفترة كانت هناك تبادل بين الدولتين. نعم. أو بين المشيخة وبين الدولة السعودية الأولى، ولسيما بعد ما سيطرت أو فرضت الدولة السعودية الأولى سيطرتها ونفوذها على شرق جزيرة العرب في العام 1795. في هذه الأثناء بدأت العلاقات التجارية، العلاقات السياسية تزيد بين الطرفين. نعم. والعلاقات الاجتماعية كذلك. وحتى بعد سقوط الدولة السعودية الأولى على يد قوات محمد علي باشا في 1818، العديد من رجالة الدولة السعودية الأولى كان تواجد في البحرين وما زالت ذريتهم موجودة حتى يومنا الحاضر. نعم شيخ دكتور، كيف تصف اليوم مستوى التعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات، خاصة وأن كما تحدثنا بأن هناك تاريخ كبير وتاريخ طويل يجمع البلدين الشقيقين؟ العلاقات الحقيقة تزداد يوما بعد يوم، العلاقات السياسية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاقتصادية، الأمنية، لا سيما بعد يعني إنشاء المجلس الاستشاري برئاسة أولياء العهد سمو الأمير سلمان بن حمد وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان في عام 2019. هذه المجلس تمخض عنها الحقيقة العديد من القرارات الاجتماعية، القرارات السياسية، القرارات الاقتصادية، ومن أهمها هو إنشاء الحقيقة شركة البحرين السعودية التي كانت منفتحة على الصندوق الاستثمار السعودي وممتلكات البحرين بقيمة 5 مليار دولار. وكذلك يعني الرافد الأهم الحقيقة هو إنشاء جسر الملك فهد في عام 86، والذي سوف يعززه هو طبعا جسر الملك حمد الذي سوف ينقل البحرين إلى خط سكك حديد يربط بر المملكة العربية السعودية بالبحرين. هذا المجلس المبارك ليس فقط مجلس استثماري أو اقتصادي فقط، إنما يتعدى ذلك أمني اجتماعي. لكن هذا المجلس استفاد من فرصة التقارب السياسية والاجتماعية بلا شك في ذلك التاريخية القديمة التي تحدث عنها بلا الشيخ. شك في ذلك. لكن في المستقبل هناك رغبة أكيدة من قيادتي البلدين، وأيضا هناك شبه اندماج شعبي كامل. نعم. بين المملكتين الشقيقتين، وتابعنا قبل قليل أيضا في تهنئة جلالة الملك وسمو ولي العهد للقيادة السعودية بأن هذه الخطوات تسير نحو التكامل. كيف تنظر إلى مستويات أيضا التكامل والتقارب بين المملكتين في المستقبل؟ احنا نلاحظ أن منذ قيام المملكة السعودية الثالثة بقيادة الملك عبد العزيز المؤسس حتى يومنا هذا، العلاقة تزداد يوما بعد يوم. نعم. الزيارات كانت عديدة من الجانبين. الملك عبد العزيز زار البحرين كذا زيارة، أمراء البحرين، شيوخ حكامها زاروا المملكة العربية السعودية كذا مرة. وقد يغفل عن المشاهد أن هناك معلومة، العاهل المملكة العربية السعودية من حكامها في حال تواجدهم في شرق الجزيرة العربية منطقة الشرقية، فأن حكام البحرين والأسرة المالكة يقومون بزيارتهم حال وجودهم في منطقة شرق الجزيرة العربية، وذلك تقديرا من حكام البحرين بأنهم كأنهم زاروا البحرين. وما زالت هذه العادة، هذه السنة المباركة قائمة حتى يومنا هذا. شكرا جزيلا لك دكتور الشيخ عبد الله بن علي بن محمد الخليفة مدير مركز دراسات البحرين في جامعة البحرين، شكرا لحضورك. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا.